وهنكمل مع بعض طبق الكنافه. عايزين نعمل مع بعض طبق كنافه النهارده يكسر الدنيا. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي ونستاذن فريق العمل الجميل مقاديره على الشاشه. ازاي نعمل كنافه من غير فرن؟ كنافه عندنا نوعين في السوق. يقول لك كنافه طرح يعني سليمه زي ما هي، دي اللي بتتعمل مبرومه، حلو الكلام. وفي كنافه عاديه. تاني السؤال ده، في كنافه طرح بتلاقيها عند الراجل بتاع الكنافه ودي بتتحجز بالطلب اللي هي بتتعمل مبرومه، وفي كنافه عاديه. دي الكنافه العاديه بتجيبيها وممكن تكون بايته عندك في الثلاجه بقى لها وقت كبير، مفيش اي مشكله. بتجيبيها وتكسريها بالكبه وتجيبي سمنه بلدي وتحمري الكنافه كده في قلب الطاسه واحنا شغالين. طبعا انا عامل الكلام ده قبل الشغل، قبل ما نطلع هوا. دي الكنافه اهي، قعدت اقلب فيها كده زي الشعريه لغايه لما خدت لون. دي طريقه. الطريقه الثانيه ترصيها في صينيه وتحطها في فرن كانك بتحمري توست لغايه لما تاخد لون وتطلع تكسريها. طريقه ثالثه برده سهله، حطها في الفريزر تتجمد، وبعد ما تتجمد هتطلع تلاقيكي تلاقيها ماسكه نفسها، تكسريها بايدك وتحمريها. دي طرق سهله انك تعملي الطبق ده كده. حمرنا الكنافه في سمنه بلدي، وهي بتتحمر في سمنه بلدي بتحط عليها شويه ميه زهر. حاضر عينيا. الكبده الاسكندراني، بنجيب الكبده نقطعها عصافير زي اللحمه اللي كانت بتقطعها من شويه، ده الكبده الاسكندراني. وبنوجه تحيه كبيره لاخواننا في اسكندريه. بنحط عليها توم، فلفل حار، معلقه خل، شويه كمون، وكتر الفلفل الحار شويه عشان بحبها سبايسي. وفي قلب طاسه شديده الحراره حط ربع كوب من الزيت، يسخن الزيت جامد جدا، انزلي بالكبده بالخلطه بتاعتها وقلبيها وبالف هنا وشفا. حطها في سندوتشات، قدميها مع بطاطس مقليه حسب الرغبه. احنا كده وصلنا لمرحله تحمير الكنافه بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها، وفي نفس الوقت كمان يا شيف مغازة عملنا ايه؟ حطينا عليها شويه ميه زهر. معانا الشربات. ده شربات بتاع البسبوسه وبتاع الكنافه، بننزل كده. سامعين الصوت ده كده؟ ده اللي حابب ياكل كنافه من غير ما تخش الفرن. شايفين الجو ده كده؟ الله على الكنافه. خدت سمنه، خدت ميه زهر، خدت شربات. ممكن تحط فستق حلبي. هاخد الكنافه دي ونجيب طبق التقديم بتاعنا الحلو. حلو الكلام. واحنا مع بعض كده واحده واحده، طبق زي ده كده. الله اكبر، الله اكبر. ونحط ده هنا كده، وناخد الكنافه ننزل بقى هنا. ميزه الطبق ده يلم العيله كلنا، نتلم عليه كده وندوق ونشوف. الشيف المغازي عمل اختراع النهارده. وريحنا من قصه الفرن. نشيل دي هنا كده ونفرد الكنافه بشكل حلو عشان هينزل عليها القشطه دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. اللهم صل على النبي. طبعا في تفاصيل عدّة كده يا استاذ شفيق، انا عارف انك انت مبدع. شايفين الجو ده كده؟ دي الكنافه داخلها شربات وداخلها ميه الزهر، ولسه هنغلفها دلوقتي بحاجه حلوه اللي هي القشطه بتاعتنا. حلو قوي. معانا قشطه محطوطه في قمع عادي زي الكريم شانتيه اهي، بناخدها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. الطبق ده مميز. عينيا. حاضر. حاجه جديده. جيب فستق حلبي بقى وزيناها بيه كده، هتتكلم مصري على طول. ده من المطبخ الشامي على فكره. كل القشطه هنزلها عشان يبقى يومنا قشطه بالف هنا وشفا. كنافه ما دخلتش فرن، ولكن ذوق الطعم بجد هيعجبكم. الكنافه مستويه واخده الشربات ميه الزهر، واخده كمان الشربات بتاعها، وواخده القشطه بتاعتها. معانا فستق حلبي هنا، ممكن نحطه على الوش مفيش مشكله. معانا شويه فستق اهوت، لقيتهم تمام زي الفل. اللهم صل على النبي. انا بحب اعمل حاجه كده يعني ايه تملى عينيا من الاخر، يعني عشان حضراتكم تعرفوا برضو ايه سر الشيف المغازي. دي ناقصه حاجه، ما اقدرش انهي الحلقه غير لما احط الحاجه ديت. مخرجنا الجميل يوعدك بزياره النبي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ده الفستق الحلبي.